السلام عليكم شباب، كيفكم؟ معكم من عماد من قناة اكس ستيشن اكس دي. اليوم للمرة الأولى في القناة راح نشرح اللعبة غير فيفا. اليوم راح نشرح عن لعبة البلياردو الوحيدة على البلايستيشن 4 اللي هي هاسل كينجز. فزي ما انتم شايفين دخلنا على المين منيو، وطبعا قبل ما ندخل بهاي الشغلات حابب احكي لكم عن اللعبة. اللعبة موجودة على البلايستيشن 3 وعلى البلايستيشن فيتا وعلى البلايستيشن 4، صارت ببلاش على البلايستيشن 4 من 9 من شهر 6 2015، 9/6/2015. وهنا حسب المين منيو، طبعا اللعبة تصممت من شركة فوفو. واول شيء بندخل على البروفايل. البروفايل فيه اكثر من شيء، فيه بلاي مثلا اذا دخلت طابة عملت شيء حلو بالمباراة بتقدر تسيفه. ريبلايز مو بس لل يعني طبعا تقدر تسجل المباراة كاملة. فزي ما انتم شايفين بتدخل على الشوت مثلا البلاي، تعمل فيو، تخليك تتحكم فيها، ديليت، رينيم، ابلود، اي شيء بدك اياه. طب هاي خلص من هاي الشغله. ثاني شيء اللي هو الاونلاين فايل لعبة. الاونلاين اللي هو ليج، بتقدر مثلا تختار تلعب على 250 اتش كي سي اللي هم هاستل كينجز كريديت، وبتقدر مثلا تدخل تورنمنت مثلا 2000 دخليتها هاي 250. طبعا الجيم بلاي راح يكون كمان شوي. هاستل بول هول بتقدر هون تتدرب، تسوي اكثر من اشي يعني اذا مش عارف اشي تتعلم عن اللعبة. في تريننج مود وفي كارير. وهسا راح ندخل على الليج، راح اوريكم بس الجيم بلاي لهاي اللعبة، راح اشرح لكم شوي عن طريقة لعبها. زي ما تشوفين هسا قاعد بعمل سيرشنج عن خصم. هسا بطلع لك ستاتس بوريك الاشياء اللي هو مثلا خسر كم من مباراة، فاز كم من مباراة، خسر. هسا بتعمل اكسبت، انا عملت اكسبت. ثواني بس بنستنى. اوكي اللي ضده ما قبل المباراة، فراح يرجع يعمل سيرش مرة ثانية. بعمل سيرش مرة ثانية عشان الاول ما قبل المباراة. طبعا في الجيم بلاي راح اشرح لكم عن طريقة لعبها، وراح اوريكم كثير اشياء حتفيدكم اذا لعبتوها. طبعا اللعبة هي ببلاش اذا بدك تحملها، 770 ميجا بايت. اللعبة جميلة وبنصح الجميع انه ينزلها. هاي مرة ثانية طلعنا الستيتس، نعمل اكسب. مستنى ضدنا كمان يعمل اكسب، ان شاء الله بيعمل بسريع. مرة ثانية كمان ضدنا ما بيقبل، مش مشكلة. زي ما شايفين تحت waiting for opponent to accept. شكله عمل accept. نعم اللي ضدنا عمل accept اخيرا. وهي دخلنا على المباراة بنعمل ready. شكل البريك راح يكون مع اللي ضدنا. لا المرة الأولى راح يكون البريك معنا. طبعا بين كل دور ودور معك بس 60 ثانية تلعب، وإذا تأخرت عن 60 ثانية راح يعطوا الدور اللي غيرك وراح يعطوه فاول. طبعا زي ما تشوفين ممكن تطول خط وتصغره من الباور، الباور بزيد قوة الشوتة. وهسا بس راح نعمل بريك زي ما تشوفين، ولا طابة دخلت. طبعا تقدر تغير الفيو، تكبس ار1. في اكثر من فيو، في 3 فيوهات، احسن واحدة الكبيرة اللي بتوريك الطاولة كلها.
طبعا بس انت طبعا من شوت راح يوريك اكريسي وراح يوريك الباور اللي هم طبعا الشوت مثلا تحديد انه اجت مثلا على الجوره على منطقه غير طبعا. اعطيكم نصيحه مهما يكون خط صغير بتقدر انت تطول من الباور زي ما هسه راح يصير معنا. اذا ما تشوفين اذا تعمل ريبلاي بتقدر تكبس مربع بسيف ريبلاي وبتروح على البروفايل عشان تشوف الريبلاي تاعك. يا حرام. طب هسه راح نلعب دورنا. كان في مشكلة انه الخصم كان بعيد عن الكرات فما بدينا نوصل له. مش مشكلة ان شاء الله سنلعبها. الشيء الكويس انه بهاي اللعبة انه مهما كان سرعة نتك مش راح يأثر كثير لانه انت بس حتلعب دورك. عموما اللعبة بسيطة جميلة بنصح الكل ينزلها ببلاش في بلايستيشن 4 حتى بالستور الاماراتي اسمها هاستل كينج. بس تخلص 60 ثانية مسموح لك راح يعطوا الثاني الطابة وبس تمر 50 ثانية راح يطلعوا لك فوق التايم ليفت. التايم ليفت اللي ضايل عشان تكمل 60. زي ما انتم شايفين الولد نحاول انه يعمل الجمب بول راح بس ما لمسوا ولا طابة. هسه راح يسمحوا لي اغيره. زي ما انتم شايفين بتكبس مثلث تحرك وين ما بدك. بتضل كابس مثلث عشان تحرك. طبعا في اشي ما حكيت لكم عنه اللي هو السبين. زي ما انتم شايفين تحت بالشمال في زي صوره كره اللي هو الخصم بتقدر تحرك بالار بجير الار وين ما بدك تحرك. وهسه راح نلعب دورنا. ضاع الدورة ما قدرنا نحط الكرة مش مشكلة. طبعا بتمنى الشباب انه اذا عجبكم هذا الفيديو اتركوا لي لايك وسبسكرايب ويحكوا لي اي الالعاب اللي انتم حابين تشوفوها في المستقبل القريب ان شاء الله. وطبعا سامحوني عشان قطعت عن فيفا شوي بس صار عندي ظرف انكسر السيدي بصراحة. بس ان شاء الله بالتيم اوف ذا سيزون هذا الجديد راح ننزل تفتيح باكات وتابعونا على الفيسبوك لانه عملنا جيف اواي وتركت لكم رابط الجيف اواي رابط صفحتنا على الفيسبوك بالديسكريبشن. روحوا شاركوا بتمنى الحظ للجميع. اعتقد هسه ما ضل فيها لازم اسحب الجيم واحدة.
اوكي الضربة ما كانت كويس مش مشكلة. طبعا في شيء برضو انه بس تخلص الجيم انت فايز بامكانك تبعث مسج للخصم. طبعا مش اي مسج يعني انت بتحدده، راح يكون في مثلا مسجات محدده، مثلا ايزي جيم، ايزيست اوبوننت، اوبوننت عفوا. زي ما تشوفين هسه تقدر تعمل سيف بلاي اي وقت بدك اياه تقدر تعمل، راح يطلع لك 7. وهسه اذا بدك تروح تشوف ريبلاي تاعك بتقدر تروح على بروفايل. طبعا اخر اشي بدي احكي لكم عنه انه بتقدر تغير الكيو تاعك وشخصيتك على الاونلاين برضه من البروفايل. شباب هون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو اعجبكم وما تنسوا تدعموني بلايك وسبسكرايب وشير، واحكوا لي اي لعبة بدكم تشوفوا عنها بالمستقبل القريب شرح زي هيك ان شاء الله، وقيموا لي الشرح بالكومنت. ومرة ثانية راح اعيد اذا حابين تشاركوا الجيف اواي هاي اللينك تاعه حطيت لكم اياه في الديسكريبشن، وبشوفكم على خير في فيديو جديد.